الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن روح تعاليم الإسلام من مقاصدها مصالحة الإنسان مع ذاته أولا، ثم مع الكون، ثم مع المجتمع الإنساني. من هذا المنظور المقاصدي ينبغي أن تقرأ وتمارس تعاليم الإسلام. الإسلام لا يحب القطيعة والانفصال، بل هو دين العلاقة، علاقة مع الذات، مع الكون، مع المجتمع، وقبل كل ذلك هي علاقة مع خالق الكون، نقطة الانطلاقة. فمن اتصل بالله اتصل بالكون، ومن انقطع عن الله انقطع عن نفسه وعن الكون وعن البشرية. هنا يكمن روح هذا الدين. أولا، مصالحة مع النفس ومع الذات، لأن تعاليم الإسلام جاءت لترد الإنسان إلى أصل فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان في أصله خير، خلق في أحسن تقويم، لذلك جاءت الشريعة لترده إلى حسن التقويم الأصلي. والذي انفصم عن فطرته انفصم عن بيئته. هي مصالحة مع الذات، مصالحة الروح مع الجسد، بحيث لا يكون هناك توتر ذاتي، لأن هذا التوتر الذاتي يتجلى في المعاملات، في المعاملة مع الطبيعة ومع البشرية، بل يتجلى ذلك حتى في العلاقة مع رب الكون. ولذلك لن تجد في الإسلام حكما يضر بالإنسان، حتى الصلاة إن لم تستطع فجالسا أو نائما، الصيام الذي هو شعيرة عظيمة إن رأيته يؤدي إلى ضرر في طبيعتك وفطرتك فعليك أن تأخذ بالرخصة. هذه الشريعة من مقاصدها يريد الله بكم اليسر، لا يريد المشقة. كما قال الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، حتى لا يقع توتر في الذات، حتى لا تنفر من هذه الشريعة ومن رب هذه الشريعة، لأن النفس إذا أكرهت عميت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الوسع ينبغي أن يقوم به الإنسان، لابد أن تقوم بوسعك. هذا هو الانسجام الأول مع الذات، وينبغي أن يقرأ الإسلام ويمارس لتحقيق هذا الانسجام والتناغم مع الذات.
والصلاة جعلت لذلك أصلا، تجعلك تتصل بالله لتتصل بنفسك. كل الشعائر من مقاصدها أن تصالح بينك وبين نفسك من خلال مصالحتك مع ربك. الانسجام الثاني أو المصالحة الثانية هو المصالحة مع الطبيعة والكون، الذي ينفصم عن ذاته يفسد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فانفصام مع الله وانفصام مع الذات يؤدي إلى فساد وقطيعة مع الكون والطبيعة. والمطلوب منك أن تدخل في فلك، في فلك تدور فيه كما يدور تدور الشمس والقمر، كل في فلك يسبحون، تتناغم وقوانين الطبيعة، فإذا قاطعتها حصل عليك الضرر، ظهر الفساد في البر والبحر بما ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني القطع مع الكون لها ردة فعل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها باستنزاف خيراتها فتقعد ملوما محصورا. فينبغي أن تقرأ تعاليم الإسلام بهذا المنظور، هذا هو روح التعاليم. كل رأي فقهي وكل فتوى وكل قراءة للشريعة تؤدي إلى قطيعة بينك وبين ربك وبين نفسك وبين الكون والطبيعة، اعلم أنها قراءة خاطئة ولو نسبت إلى الشريعة بالتأويل. ثم المصالحة الثالثة هي مصالحتك مع أي مجتمع إنساني كان. المسلم يعيش في هذا الكون، والكون لله، والمجتمعات لله، والبشرية لله. فكل قراءة شرعية تفصمك وتفصلك وتقطعك عن مجتمعك الذي تنتمي إليه فاعلم أنها قراءة خاطئة لا تحقق مقصد الشريعة، وهو التواصل مع الآخر مهما اختلف دينه. لكم دينكم ولي دين، لكن الثقافة مشتركة، ثقافة مكة هي هي، كان رسول الله يلبس كما يلبس قومه، يأكل مما يأكلون، وكان يطوف بمكة كما يطوفون ولكن بعقيدة مختلفة. الحج كان من قبل الإسلام، تريد أن تعبد صنمك اعبد صنمك، أنا أعبد رب الأرباب. كل يطوف بمكة لكن بعقيدة مختلفة في إطار ثقافي موحد، ولذلك هناك القرآن المكي لأنه راعى الثقافة المكية، وهناك قرآن مدني لأنه راعى الثقافة المدنية، ليس هناك نسخ، إنما هو تأقلم وانسجام مع الثقافة الغالبة. ولذلك كثير من الأحكام الشرعية الإسلامية تصرف المسلمين إلى أعرافهم، للذكر مثل حظ الأنثيين كانت من أعراف العرب، الغسل بعد الجنابة كان كذلك من أعراف العرب، كثير من الأحكام التي هي في القرآن وفي السنة كانت العرب تعرفها، ولذلك دخلوا في الإسلام لأنهم عرفوا ذواتهم في الخطاب القرآني الذي راعى ثقافتهم رسولا منهم بلسانهم بثقافتهم، لا تميزه بين غيره صلى الله عليه وسلم إلا في الأخلاق، جاء ليتممها لا ليبتدعها،
الكرم كان عند العرب، الشجاعة كانت عند العرب، بل كانت عندهم أخلاق مفرطة، فجاء الإسلام فهدبها. هذا الاتصال بالثقافة مهم جدا، لأنه بدون ثقافة ليس هناك ممارسة لدين كيفما كان. لذلك قالوا العادة شريعة محكمة. دخلت إلى فرنسا أو ولدت في فرنسا والثقافة السائدة ثقافة فرنسية، هل سيطلب منك الشريعة أن تعيش في فرنسا بثقافة قرن أوسطية أو ثقافة أخرى؟ تتأقلم، وإن كانت عندك ثقافة يمكنك أن تتأقلم، لأنك خاصة تحمل دين من طبيعة التواصل مع الآخر. ولذلك الصحابة عندما دخلوا إلى الفرس لبسوا لباس الفرس، بل كان الرسول يلبس من لباس الروم ولباس القبط، كان يلبس مما يجد. كانت العولمة أنذاك، التجارة كانت مكة الاقتصاد العالمي أصلا. فلم يكن العرب معزولون عن الثقافات العالمية، الدينار والدرهم هي عملات أجنبية. القرآن مليء بهذا البعد الثقافي، لا لنكرر الثقافة ثقافة الزمن القرآني، ولكن لنتعامل مع ثقافتنا كما تعامل القرآن ورسول الله مع ثقافته. وإلا ألزمنا أنفسنا بشيء لم يلزمه الله بنا. لا يلزمنا الله أن نكرر ثقافة العرب وثقافة الرسول وثقافة الصحابة، هذه ثقافة. تجد شبابنا هنا في الشوارع يعني يجولون بالقميص، معليش القميص لبس القميص ولا لبس اللي عجبك، لكن تقول القميص هو دين إسلامي أو لباس إسلامي؟ مش لباس إسلامي هذا، مش لباس إسلامي. هل الرسول جاء بلباس جديد؟ كان يتعمم وكان يلبس كلباس أبي جهل وأبي لهب، فخالفهم في الأخلاق والعقائد، وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به فرنسا والمجتمع الفرنسي، الخوف من الإسلام، وتحرك هذا الجين المختفي، جين العنصرية، أصبح الناس يعني يتكلمون بتلقائية، وخرجت الأحقاد والأخواف. بعض مرد هذا الخوف للتصرف في كثير من المسلمين، لا أتحدث عن الإجرام الذي يقوم به أبناؤنا وبيع المخدرات وكذا، هذه ليست لا في ثقافة فرنسا ولا في أحكام الإسلام أصلا، لكن تنسب للإسلام، لأن كل ما يقوم به المسلم في نظر المجتمع هو من الإسلام. كيف السبيل؟ تجد بناتنا يعني بلباس يعني بس عجيب، يعني يمكن للإنسان أن يستتر، لكن الغلو، قال لك أخويا المرأة تلبس لباس الجلباب الذي هو مذكور في القرآن، بحال عندهم فوتوغرافي ديال الجلباب اللي كان في القرآن. لا الجلباب ما عرفنا كاش هو ذاك الجلباب اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لنفرض أنه عرفناه ووصفناه، ماذا يقول الطاهر بن عاشور في هذه المسألة؟ يقول الأقوام التي لا تتخذ الجلابيب لا يصيبها من هذا التشريع نصيب. هذا لباس العرب كان قبل الإسلام، هو لباس الستر. المرأة إذا أردت أن تخرج لا تخرج بلباسها الداخلي، تخرج باللباس الخارجي، هي طلب منها يعني الحياء، ولكن في صورة ثقافية وغلاف ثقافي. يراعي أعراف ذلك القوم. بعض التمظهرات في الحقيقة التي تنسب للإسلام هي تمظهرات ثقافية أصلية، وليست من صلب الإسلام، ليست من روحه. فعلى المسلم أن يراعي الثقافة السائدة كما راعى الإسلام أعراف المشركين. لا تظنون أن القرآن جاء ليراعي أعراف المسلمين، لا، جاء ليراعي أعراف العرب قبل الإسلام.
والتفت إلى هذا الشأن الإمام ابن تيمية في كتابه الشهير الذي ينظر فيه للمخالفة، خالف الكفار، خالف اليهود، خالف كذا، خالف كذا، خالف كذا. المخالفة ليست هي الأصل، الأصل هي المشابهة. تعالوا إلى كلمة سواء، ملة أبيكم إبراهيم، يعني المشركون كانوا يعترفون بأن إبراهيم هو أبوهم. أنا الإسلام يشترك معكم في أصل دينكم الذي انحرف عن أصله، ولكن عندنا نقطة اشتراك، ملة أبيكم إبراهيم، الأصل سماكم المسلمين. مع اليهود والنصارى نعترف بدينكم وكذا. أولا المشابهة، ثم المخالفة في ماذا؟ المخالفة قد تكون في العقائد وفي النسك، أما في الهدي الظاهر كما قال ابن تيمية في بعض الأحيان يستحب مشابهة غير المسلمين في الهدي الظاهر، بل في بعض الأحيان يجب على المسلم أن يشابه غير المسلمين في الهدي الظاهر، في اللباس، في الهندام، نحن نسمو ليكود كولتوريل، بحيث المسلم يكون منسجما مع بيئته الطبيعية وبيئته الاجتماعية، لا يحس أنه غريب عن البشرية، لا، لكن يتميز بعقيدته وبعبادته، وبعض الأمور لا هي محرمة في دينك، الباقي قاسم مشترك. فمن أسباب الخوف الآن من الإسلام خلط الثقافة التي هي أدخلت في الدين وليست منه. ليس كل ما هو في القرآن وفي السنة ينبغي أن نعيد نسخه، لا، بالتالي ننتبه خاصة في هذه الظروف العصيبة أن نتصرف بتصرفات هي تزيد من احتقان المجتمع الفرنسي، وننتبه ونضرب أبناءنا أن يكونوا ملتزمين بدينهم وبأخلاقهم، لكن لا يمكن لهم تدين إلا بأخلاق الغيرية. أنا ما كنعيش غير بيناتنا. بعض الناس يظنون أنه يعني يصنع لنفسه مجتمع وهمي للمسلمين بينهم في الكارتي، يعني لا يخرج من هذا البوثقة الذي هو يعني نطاق جغرافي وذهني يعزله عن مسيرة مجتمع الذي يعيش فيه. لأن الذي يقرر في البرلمان ولا يقع على المسلم وغير المسلم، فأنت معني بهذا المجتمع إلا إذا كنت غريبا لست فرنسيا، هذا شأن آخر، لكن أتكلم مع المسلم المتجنس أو المسلم الفرنسي الأصل. هؤلاء يدخلون في التعريب لا في الإسلام، يعني حتى الذي يدخل للإسلام من جديد لا بد أن ندخله من أن نعربه قبل أن نسلمه. هذا تكليف ما لا يطاق، وهذا عجز في تنظير الإسلام أو تثقيف الإسلام ثقافة غربية. هتقول والإسلام هو ضد الغرب، يا أخي الإسلام جل الإنسانية كاملة، علاش أنت بدي تحتكر هذا الإسلام فقط غير للشرق؟ هو رب العالمين، أنت احتكرت الله واحتكرت الإسلام وجعلته يعني سيفا على الآخرين، عوض أن يكون قنطرة جعلت منه يعني ذرع تحتمي وراءه، هذه مشكلة. فلنتحمل مسؤوليتنا فيما يقع في هذا المجتمع. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي، لا بد يكون نصيب 20% 30% 40%، ينبغي أن نتحمل هذا النصيب من المسؤولية التي تدفع كثير من غير المسلمين في هذا المجتمع، تدفعهم إلى الخوف من إسلام لا يفهمونه، بل يمثله بعض أبناء المسلمين أسوأ تمثيل في خطابهم
وممارستهم للدين، بل ينسبون للدين ما هو من قبيل الإجرام. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يحفظ مجتمعنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.